لا تزال مشاركة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في القمة الثلاثية التي عقدت بين ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي محط اهتمام الجميع، وتخضع نتائجها للمزيد من التحليل والبحث. الكاظمي الذي قال إن مشروع بلاد الشام الجديد وفق النسق الأوروبي سيتم طرحه على قادة مصر والأردن، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتيح تدفقات رأس المال والتكنولوجيا بين البلدان الثلاث على نحو أكثر من الحرية، ولكن دون جر العراق إلى سياسة المحاور، وهو المنهج الذي تسير عليه الحكومة الحالية، ما يعني وسطية وتوازنا واعتمادا على تعزيز التعاون بين البلدان الثلاث. وهو ذات الأمر الذي شددت عليه وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، مستعدة مقابل ذلك للدعم مواصلة الحرب ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي، وبتأييد كامل من حكومة بلادها، وذلك من خلال تأهيل متكامل لقدرات الجيش العراقي الأمنية وتطوير كفاءته القتالية وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية للنهوض بالجيش من محاولات إضعافه. كما تشير التسريبات إلى أن رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون سيزور العراق الشهر القادم، وفي نفس اليوم استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، وتناول الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وقضايا المنطقة، حيث أكد له الكاظمي إن المملكة شريك حقيقي للعراق الذي يتطلع إلى بناء علاقات متميزة تستند إلى الإرث العميق للروابط التاريخية التي تجمعهما، وبما يحقق مستقبلا أفضل للبلدين. ودعا الكاظمي إلى أهمية تفعيل مقررات اللجنة التنسيقية بين العراق والسعودية، وبما يؤمن مصالح شعبي البلدين الشقيقين. كما أكد الوزير السعودي إن المملكة تنظر بعين الحرص والاهتمام إلى علاقاتها مع العراق، والملفت في هذه التحركات الداخلية والخارجية من قبل مصطفى الكاظمي إنها تمت خلال أيام معدودة، الأمر الذي دفع بعض المتابعين للشأن السياسي بالقول إن الكاظمي حتى الآن يحقق العلامة الكاملة وبجدارة.